ماركة لكريات الدم الحمراء، ما تنسوا البي 12، بدونه ما في تصنيع لكريات الدم الحمراء، ونقصه بيؤدي لفقر في الدم اللي هو فقر بسبب نقصان فيتامين بي 12. فهذه خدوها بعين الاعتبار، البي 1 والبي 12 وفيتامينات بي. أهم الفيتامينات اللي تركزوا عليها، حكينا فيتامين بي 1، حكينا عن فيتامين سي والليمون لصحة الكولاجين. كمان في عندكم الأوميجا 3 لازم ضروري تاخدوها. إذا في عندي أنا حالة مرضية وفي عندي انتفاخات في جري ومشاكل في الأوعية الدموية وتقرحات ومشاكل جلدية وأكزيما، إذا أنا بحاجة لبناء الخلايا تاع الجسم بشكل متواصل، بناء أرد أعيد بناها، لمعاء خلال أسبوع أسبوعين بترد تعيد تنمو، الجلد خلال أسبوعين لثلاث أسابيع برد عيد يبنو. طيب المواد الأولية لعملية البناء كلنا الكولاجين، فيتامين سي، وبناخد كمان الأوميجا 3 ضرورية جدا. الأوميجا 3 إذا زيت السمك مليء في الأوميجا 3، الشوفان، بذور الشيا، هذه أوميجا 3 حيوان نباتية بس يعني بتظلها أوميجا 3، بس الأسماك هي المصدر الرئيسي. وأفضل أفضل أفضل شيء موجود فيه أوميجا 3 اللي هو زيت الشريم، الشريم اللي هي مش بعرف شو بسموها بالعربي، الشريم اللي هي زي ديدان البحر، في بيعملوا منها زيوت الكريل. هذه الزيوت مليئة في الأوميجا 3 الجيد اللي سهل امتصاصه وسهل الانتفاع منه للجسم، يعني بعطينا بشكل سريع اللي بنحتاجه من أوميجا 3 اللي هي ضرورية جدا كمضاد التهابي، هو مساعد على الحفاظ على صحة الأوعية الدموية والشرايين والجدران تاعونها بصحة جيدة، اللي ضلها الانقباضات شغالة ويساعدنا على طرد المياه. أوميجا 3، أشعة الشمس، فيتامين دال 3، لازم نتعرض لأشعة الشمس أقل شيء نص ساعة لنحصل على فيتامين دال 3، ونأخذه كمان من المكملات. فيتامين دال 3 أول شيء بخفف الالتهابات اللي هي المصدر الأول لتجمع السوائل في جسمنا، وفيتامين دال بيتحكم في الكالسيوم، يعني هو اللي حيسحب الكالسيوم ودخله للعظام بحيث ما يكون عندنا هشاشة، وهو حيشيل الكالسيوم من الفلاتر اللي موجودة في داخل الكلى، النفرونات، يعني حيمنعنا من حصوات الكلى، وهو حيصير وفيتامين دال حيصير الكالسيوم من الشرايين ويحسن من انقباضاتها وانبساطاتها. والمعدن الأخير اللي هو المغنيسيوم، ضروري جدا المغنيسيوم والبوتاسيوم يكونوا موجودين وبكمية كافية في جسمنا إذا في عنا حالات من انتفاخ وتجمع سوائل القدمية. الأفضل مصادر المغنيسيوم الطبيعية بذور حبة البركة، الزيت تاعها بيكون يعني في نسبة عالية من المغنيسيوم، بذور القرع، اللب الأبيض، الزيت تاع بذور القرع، يعني لما ناخذ ملعقتين او نحط ملعقتين على السلطه وناكلهم هذا بعطينا تقريبا نسبه قويه. ان ناخذ زيوت القرع او زيوت اللب الابيض وندهنها على جرينا مثلا، هذه كمان حندخل المغنيسيوم. ان ندخل المغنيسيوم حكينا عن طريق الملح الصخري الابسوم صولت، كمان في مغنيسيوم بنستخدمه عن طريق النقع والمياه. إذا بدكم مكملات المغنيسيوم لطرد السوائل من الرجلين، خذوا المغنيسيوم ماليت، نوعية المغنيسيوم ماليت امتصاصها أكثر من العضلات وبتسهل عملية انتقال هاي السوائل وبتنشط من عملية حركة العضلات اللي هي أساسية لانتقال السوائل في جسمنا. بدون ما يكون في عندي حركة جهد بدني، انقباض انبساط انقباض انبساط، ما في حركة للشرايين والأوردة والجهاز اللمفاوي. الشرايين يعني اللهم في عضلات اللي تعمل انقباض، والشريان هو جاي ضخ دم قوي من القلب، بس الأوردة العضلات تعونها ضعيفة.
واللي اضعف الاورده اللمفاويه اللي هي بتعتمد في حركتها على الجاذبيه تغيير وضعياتنا وعلى حركه العضلات. انقباض العضله بكل الشرايين والاورده والجهاز اللمفاوي موجود يا بين العضلات يا بحدها يا بجنبها يا وراها، يعني اي توسع في حجم العضلات وتقلص بيعمل عمليه تسكير للشريان ورفع للشريان، تسكير للشريان وفتح للشريان، يعني زي مضخات للشرايين والاورده. يعني بدون حركه انسوا موضوع انه شيء يتحرك من هالسوائل اللي موجوده في جريكم. فالتمارين والمشي السريع والتمارين القويه هذه اللي بدنا نقوي من خلالها عضلات السمانه، اللي ممكن نعمل تمرين انه اوقف على الواجهه. في واحد سالني عن هذا التمرين، بيقول لي كم قديش اوقف؟ افضل شيء لتقويه العضلات اللي هي الانقباض القوي، وظلني شادد في الانقباض، اضلني شادد، هيك بعطي العضله قوه اكبر وبحرك سعرات حراريه اكبر اكثر وبنشط بزيد من قوتها بشكل اسرع. فافضل تمرين حكينا مش بس لعضلات السمانه وكمان للظهر، اني فقط ابعد عن الواجهه 30 سم، انزل ارفع حالي على الكرسي زي كرسي بس اتحمل. واذا بدي ازيد التمرين صعوبه برفع وبنزل. قديش اقعد يا دكتور؟ لحد ما نفسي ينقطع وما اقدر اوقف على اجري، بضلني بالوضعيه هذه. والقصد انه اضلني متحمل وبعدين اقوم اوقف واريح ورد اكرر لحد التحمل. ممكن اتحمل دقيقة دقيقتين ثلاثة، بس اذا اول يوم اتحملت 10 ثواني وتعبت ورديت كررتها 5 مرات 10 مرات، بصحى اليوم الثاني طبعا عضلاتي كلهم بيكونوا يوجعوا عضلات من التمارين، مش مشكلة، بس انه بلاحظ اليوم الثاني مباشرة بدل 10 ثواني تحملت 15 ثانية، يعني القوة العضلية المقصود بتزيد بسرعة. فيش عندنا مشكلة لا قوة العضلات. قوة العضلات وقوة العظام ما بتمشي مع العمر. ما يعني أي واحد عمره 70 سنة بده يقوي عضلاته ويعمل عضلات قوية يتباهى فيها، ممكن إذا تمرن وشد حاله شوي في التمارين بيعمل عضلات. فالعضلات وبناء العضلات وتقويتها بسرعة خلال شهر 50% من ممكن نقوي العضلات بقوة أكبر، وخلال شهر يعني بنحل مشكلة كبيرة إذا قوينا العضلات، إذا قوينا المضخات عفوا اللي في عضلة عضلة السمانة. إذا قوينا المضخات بتروح بتخف المياه وبتخف هذه السوائل. الوصفة التالية اللي هي أخذ أي مسكنات مهدئات إذا في عنا زيادة في الكورتيزول. الكورتيزول بيعمل عملية تضيق في الأوعية الدموية وتضيق في الشرايين، والكورتيزول هو اللي بيرفع الضغط، والكورتيزول هو اللي بيجيب الجلطات. واذا واحد عنده اوريدي اعراض عصبيه مع ارتفاع الضغط النفسي ومع ارتفاع الكورتيزول، كل الاعراض هذه بتظهر وبتزيد عنده. الشرايين بتنقبض، يعني اذا واحد مثلا عمل عمليه عنده مشكله في المثانه، عنده التهابات في الكولون، يعني هاي الالتهابات هي اللي بترفع الكورتيزول وهي اللي بتضلها عاملة تشنجات في الشرايين والأوردة. طب أنا العملية عملتها في بطني بس في عندي انتفاخات في الرجلين، أكيد حيكون عندنا انتفاخات في القدمين وفي الساقين، لأنه إذا صار في عندي التهاب في منطقة البطن وعدم راحة في منطقة البطن، هذا بيعمل تشنجات في كل الأوردة والشرايين اللي بتنزل على الرجلين. وبصير في عندنا مش بس الشرايين اللي بتنقبض، فتحة الشرج بتنقبض، المثاني بصير فيها انقباضات، عملية إخراج البول بيكون مشكلة كبيرة، السيطرة على البول والبراز مشكلة،
يعني كل كل كله كله بصير فيه تشنجات، ومع التشنجات بزيد الانتفاخات وبزيد الالام العصبيه وبزيد المشاكل كلها، وجع الراس. فعشان هيك عليكم في المهدئات كلها، من الريحان، شاي الريحان، من شاي الريحان، الريحان اللي هو الزهور اللي موجودة في بيوتنا، النباتات هذه اللي هو بالعامية بسموه ريحان، بس هو الحبق، الاسم العلمي لإله نبات الحبق. الريحان نبتة تانية موجودة على المقابر كمان، هي جيدة. فشاي الريحان، في عنا شاي المليسة، المليسة المليسة أو النعنع الفلفلي بسموه أحيانا. المليسة زي النعنع، بتنغلى شاي وبتنشرب مهدئة للأعصاب، بتخفف الكورتيزول بشكل كبير. ناخذ الأشواغندا، هاي أفضل عشبة لتخفيف الكورتيزول، الأشواغندا باخذ لي حبة حبتين. مغنيزيوم، أنا أخذت مغنيزيوم، هيك هيك المغنيزيوم حيعمل عملية ارتخاء للأعصاب كمان. فهذه المسكنات وإن نهدئ أعصابنا ضروري جدا اللي نخلص من هذه السوائل المنتشرة في الرجلين. افضل الرياضات لاي واحد بيعاني من انتفاخات في القدم في الساقين اللي هي السباحه، سواء في البحر سواء في البرك. السباحه والميه كضغط خارجي بنشط الدوره الدمويه، بنشط الرئتين، اعصابنا بترتخي بعد الوجود في المحيط المائي. قبل ما نروح نسبح بنروح على الحمام، بعد ما نخلص سباحه او احنا في نص الطريق واحنا نسبح بنرد نسحم وبنروح على الحمام كمان مره. وهذا دليل انه في دوره دمويه كثير قاعده بتتنشط في جسمنا، وهالكلى مش ملحكي عمليه تصريف هذه السوائل وهذه المياه. عشان هيك اي واحد بيستخدم اي شيء مائي، سباحه، ساونا، جاكوزي، لازم قبل ما يدخل يشرب ميه، وبعد ما يخرج يشرب عصير بندورة، عصير بطيخ، عصير شمام، عصير رمان، عصير خيار. هذه العصائر الخضراء تعطينا أول شيء الأملاح اللي فقدناها مع عملية التعرق وعملية التبول، بتعطينا الفيتامينات اللي فقدناها كمان، اللي ذائبة في المياه نفقدها مع التعرق ومع التبول، وبتعطينا شوية كالسيوم وشوية مغنيزيوم وشوية بوتاسيوم وشوية صوديوم من الأملاح هذه اللي فقدناها كمان مع التعرق ومع التبول. لازم نعيد التوازن في المعادن هاي والأملاح بعد أي جهد بدني أو تمرين. وإحنا هلا فترة الصيف، يعني التعرق فيها كتير، بنفقد مياه كتير وبنفقد أملاح كتير وبنفقد فيتامينات دائمة في المياه كتير. فلازم نعوض بمياه مع ليمون، مع ريحان، مع بطيخ، مع خيار، مع فكوس. هذه المياه اللي موجودة في هاي الخضروات أنظف وأحسن مليون مرة من المياه اللي موجودة في داخل المياه الجاهزة. المياه الجاهزة بتكون فقيرة للمعادن وفقيرة للشغلات الطبيعية اللي موجودة في الخيار وفي البطيخ وفي الشمام وفي الفواكه. هذه المياه معبأة ومشبعة في المعادن وفي الفيتامينات، يعني مياه سهل للجسم انه يمتصها بسرعة ويستغلها في غسل هالمياه الراكدة اللي موجودة عندنا في جسمنا. فالمياه رئيسية، المياه أساسية وأول علاج لأي شيء، التهابات في جسمنا، التهابات في المثاني، التهابات في الكولون. مي 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 مي، بضلكم اشربوا مي مش مشكلة، خلينا نغسل هالمي اللي جوا الراكدة هذه اللي هي متجمعة في الرجلين وفي اليدين وين ما يكون. يعني هاي النصائح ان شاء الله تاخذوها بعين الاعتبار وجربوا بعض منها، وما حتشوفوا الا كل خير وتحسن، بس بدها مواظبة 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 مواظبة. يعني واظبوا على الطرق هذه اسبوع زمان اسبوع زمان، اذا ما شفتوا اي تحسن خلال اسبوع او تحسن مش عاجبكم اتركوا الامور هذه كلها وما تسمعوني.
بس أنا متأكد إذا صدقتوني ومشيتوا أسبوع فقط حتشوفوا أقل شيء 50% تغير في حالتكم. هذه الشغلة سهل إنها نمشيها، سهل إن نشيل السوائل هذه، مش صعبة. آخر وصفة خلينا نخلص اللي هي المساج اللمفاوي. المساج اللمفاوي للقدم بسيط جدا، بس ما علينا، لنحط إجرنا على إشي عالي ونبلش نعمل ضغوطات من تحت ونطلع لفوق، نعصر العضلات السمانية. بعد ما عمل لي 10 ضغوطات في الإيدتين، كل الإيد بتكون ماسكة عضلات السمانية وبتسحب، سحب سحب، ما أحط، ممكن أحط زيوت وأصير أسحب من فوق ومن تحت. من فوق فيش عضلات، العضلات أكتر شيء هي، فبسحب وبضغط، بسحب وبضغط، بسحب وبضغط، وبسحب لفوق، وبضلني أعمل هاي الحركات مع حركات العجل. بعدين برفع إجري وبجيب البشكير وبصير أشد أشد أشد، برفع وبنزل، برفع وبنزل، برفع وبنزل. هذه وأنا قاعد، هاي مش تمارين، ما تحسبوهاش تمارين، هاي وأنا قاعد كل ربع ساعة لازم أسويها الحركات هذه والتمارين هاي مع حركات المساج. ممكن أسويها وأنا قاعد بدون زيوت ولا شيء، بس عملية طبطبات، عملية عجن، عملية تحريك للقدم. اللي مش قادر يحرك بيمسك إيده وهو نفسه. هذه وصفة كمان لازم كل واحد يسويها، وخصوصا الصبح يحرك ويمرن كل الأصابع تاعت القدم، يمسكهم ويصير يحرك فيهم يمين شمال يمين شمال، فوق لتحت، نحرك كل الأصابع. بعدين نمسك القدم كله من الأمام ونحرك القدم كامل. بعدين نصير نعمل حركات التفافية مع عقارب الساعة وضد عقارب الساعة. بعدين أصير في إيدي وأسحب وين الأتشيلستندون. طبعا واحد عنده انتفاخات، هاي معالم القدم بتكون مختفية، القدم بتكون حيالة زي أسطوانة منتفخة، يعني ما في، ما بنشوفش عظمة الساق بارزة، فما في معالم، فيش معالم. إذا بدي أطلع وأصير أسحب شوي شوي، طيب يصير في عندي ظهور بسيط لهاي العظام، في حالي حوالين العظام بصير أسحب 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 أسحب، وأعمل الأتشيلستندون اللي هو الرباط بتاعت عضلات السماني، بلتصق في القدم في الكعب من الأسفل. فهاد لازم أحركه وأعمل له انقباضات ذاتية اللي ما بقدر هو يتحرك، لأنه ممكن في عنا ضعف في العضلات، ضعف في الأعصاب، ما بعرف، بس مش مشكلة. يعني أنا بعمل تمارين ذاتية في الإيد، أنا هي إيدي موجودة، إيدي بتمسك إجري وهي بتصير تمرن فيها وتعملها هاي الحركات اليدوية. هذه أفضل شيء كعلاج، هنعلمكم كل هاي الحركات اليدوية في الحصص العملية للمساج والحركات اليدوية هذه اللي حنعطيها قريبا إن شاء الله. شكرا لكم، تحياتي، سلامات.